لا تزال ردود الفعل مستمره على قرار ميليشيا الحوثي الهادف لشرعنه الجبايه على اسس عنصريه سلاليه. الامر لقي استنكارا واسعا اخذ مداه في وسائل التواصل الاجتماعي، اذا اعتبر ناشطون القرار الحوثي محاوله يائسه لتقنين الجبايه بذريعه الشريعه. الاحزاب كما يبدو ترددت او تلكأت. كان الشارع اليمني متقدما عليها لاعلان رفضه الصارخ. شرعنة الجباية الحوثية، بل اعتبر البعض صمت الاحزاب رضا غير معلن او حرجا من مواقف مسبقة. حزب الاصلاح وعلى غير ما توقع البعض فاجا الوسط السياسي ببيان اعتبره البعض وثيقة تاريخية ووطنية، اذ طالب بتقنين اسقاط وتجريم العنصرية السلالية عبر البرلمان. بل قال إن من لم يكفه شرف الانتماء لليمن تاريخا وحضارة فهو مريض يحتاج للعلاج والعقاب. في وقت لاحق أصدر التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية بيانا مهما أدانت فيه العنصرية الهاشمية. وأشار البيان إلى تجاهل دولي للبعد الثقافي والفكري لحرب الميليشيا على اليمنيين كونها تقوم على مفاهيم الاصطفاء المزعوم والتمايز السلالي. وتمنح نفسها بموجبه احقيه الحكم حصرا في الاثناء تحضر الاسئله عن مواقف بقيه الاحزاب لا سيما المنقسم موقفها بين الحوثيين والشرعيه او تلك التي يمكن وصف مواقفها باللزجه بحسب محللين فان اللحظه التاريخيه تستدعي موقفا راسخا وقويا ازاء العقيده السلاليه التي تعرض الشعب اليمني بسببها ولا يزال للكثير من المتاعب والحروب